وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا للدواء. السلام عليكم. احنا اليوم في ضيافة القناة ديال السي بوسعيد والقصيبة المعروف مدينة الوالدية، وربما حاليا راهنا معروف في على المستوى الوطني وربما حتى على المستوى الدولي. سي شعيبة، نحن اليوم بالرفقة ديالو كنحاولوا ما امكن نهيئوا الواحد الجمعية إن شاء الله غتأسس مدينة الوالدية، غادي يكون الشباب والأطفال هما اللي غيستافدوا منها بالدرجة الأولى، وهي مفتوحة للشباب والأطفال كذلك. وهذه الجمعية راه سميناها جمعية صيد بالقصبة والمحافظة على البيئة. مرحبا. غادي نبقاو نخدموا على هذا المنوال. في نفس الوقت حنا كنتعلموا أكثرية ولاد الوالدية هادو بواتهم كلهم عندهم علاقة بالبحر وعندهم علاقة بالصيد الأسماك، وحتى هما راه عندهم نفس الطموح اللي كاين عند الآباء ديالهم وعندنا حنا كهوات. غادي نمشيو معاهم بعيد إن شاء الله بالمساعدة ديال السي بوسعيد اللي غادي يبغي يقدم لنا دروس لهاد الأطفال. اليوم عندنا الحصة الأولى، إن شاء الله الأحد المقبل غادي يكون عندنا واحد عدد كبير، ربما غتكون عندنا ما يزيد على 80 رئيس صغير. الرئيس الصغير وعلى الرياس الصغار. غادي نستمروا في هذا العمل ان شاء الله، وهذه هي الله البادره الاولى اللي غادي نبداو بها ان شاء الله. كنتمناو كلكم راكم كتصيدوا، كلكم كتستعملوا القرعه. نعم ضروري تصيدوا بالقرعه. شكون عمرهم صيد بالقرعه؟ اذا ها هما كلهم كيصيدوا. شكون اللي عمره شد شي سمكه؟ شكون عمره شد شي سمكه؟ صرفي. انا شدها يعني ما يعني عندكم فكره على الصيد بالقصابه، يعني ماشي عندكم مشكل فيه. صايب هادو راه ابناء البحاره. مرحبا خويا، والله الا نهار كبير هذا، وشرف ليا كبير نكون مع هاد الوليدات، وشرف لينا كبير الا خرجوا الوليدات تبلوا بالقصبه احسن ما يتبلوا بشي بليه اخرى. هذا يكون شي حاجه زوينه زرعناها في المنطقه، ولا كانت واحد الحاجه اخرى هي الحفاظ على البيئه، ويعطونا واحد المشعل، يعني زرعنا واحد النبته. نعم. في الوليدات راه شي حاجه. نعم. شي حاجه زوينه. اذا دائما احنا معاه. احنا انا كرجل تربيه كاستاذ كنشجع الاستاذ بوسعيد على هذا الكلام اللي كيقول، فعلا لان المثال كيقول لنا من قديم من فتح مدرسه اغلق سجنا، يعني انه ملي كيفتح لنا واحد المدرسه اللي نتعلموا فيها هوايتنا ونمارسوا فيها هوايتنا، يعني غنبعدوا على ذاك الاماكن اللي غنمشيو نلعبوا فيها ويعايرونا الناس، او غنمشيو نتبلاو بشي حاجه نديروها ما مزياناش ولا هذه. اذا غتولي الهوايه ديالنا دائما هي اننا كنستغلوا غير فين يكون عندنا وقت الفراغ وفين نتوجهوا للبحر. في نفس الوقت راه السي بوسعيد غادي يوجهنا ويعطينا اشنا هي النقاط الاساسيه، وغادي يعطينا اشنا هي المخاطر اللي كتهددنا الا كنا في جناب البحر، لان البحر راه ماشي ساهل وليداتي. البحر هو خطير، هو 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 فيه الخيرات، ولكن في نفس الوقت راه بعض المرات يغضب. هو انا كنعطي واحد الكلام كنقولوا على البحر. نعم. وهو البحر صديق وفي نفس الوقت عدو. البحر ما ديروش وراك. نعم. البحر ديرو امامك، ما ديروش وراك. بحال العدو ديالك. بحال العدو ديالك، واخا صديق. نعم. هو راه صديق، ولكن في نفس الوقت حتى هو ما يقولش لك اعطيني واحد مهله نقوم بواحد العمل، وما كيعرفش هذا الشيء. القوم الدور ديالو كيدور به، يقوم به. شكون اللي كيبقى هو الشخص اللي كيخصو يحيد الحذر من البحر، خاصو يكون راد البال من البحر 100%. سمعتوا اي خطر يكون يدور به. لكن البحر صديق، ولكن بعض المرات كيولي عدو. اذا خاصنا نكونوا حريصين، ونكونوا شادين الانتباه ديالنا مزيان، ونكونوا ملتزمين هنا في البحر، باش نستمر هاد الدروس ديالنا، باش نستمر هاد الجمعية إن شاء الله غنكبروها. اليوم بادية بواحد العدد اللي كنقولوا لا بأس به، ولكن إن شاء الله راه غادي يكون العدد كبير ديال الهوات اللي غادي يجيو يمارسوا معنا هاد الهواية. خاصو يكون اللي كيجمعنا هو الاحترام، والشعار ديالنا دائما هو الشعار ديال شعيبة. قول لهم الشعار. شعارنا هو خد سخن.
شعارنا خضرون. احفظكم. تحية كبيرة للأستاذ حميد، هو اللي قام بهذه المبادرة وجمع الوليدات، وفي نفس الوقت هو أستاذ. كنشكرو بزاف على هذه المبادرة اللي دار، وأنا حصل لي الشرف باش نفتح على الوليدات، ولو فكرة واحدة بسيطة يستافدوا من هذا الشيء اللي كندير تكونش حاجة زوينة. من الأحسن تكون الوليدات يكونوا عندهم واحد حس ديال الهواية ديال الصيد بالقصابة. أول حاجة الوليدات غنعرفكم بعدا بالكسبة، يعني القصابة. أول حاجة الوليدات اللي بغا يتعلم يصيد أو لا باغي يصيد ولا عنده نية ديال الصيد، كيحتاج لكسبة. الكسبة هادية هي هادي، ماشي تكون بالضبط تكون شي حاجة مزيانة، ولكن أول مرة خاصك تكون كسبة اللي غادي يتعلم فيها تكون كما كانت في كما كان النوع ديالها. وطبيعة الحال هذا كيتسمى موريني أو لا ماكينة، حنا كنقول ليه ماكينة ولكن السمية ديالو موريني. وبطبيعة الحال كيكون فيه القيد ديالو هو اللي كندخلو مع الفريسات، هما اللي كنديرو فيه الكميمة والصنارة. أول حاجة الوليدات شي حاجة أساسية هو حافظ على هاد الكسرة، يعني باش لا كان عندك حافظ عليها، ما تحطهاش على الكسرة، ما تلوحهاش، ما تقيسهاش فين الرمل، ما تحطهاش على الصخر، ما تخليهاش في الشمس بزاف، ما تعطلش عليها بالحكم. ثم الهوي اللي خاص الرئيس ديالو باش يحافظ على الكسرة. السي حميد راه عنده أسئلة يطرحهم علينا باش حنا غنجاوبهم، باش نتوما تستافدوا الوليدات. قلت لكم راه الهوي ولا حسيت فيه ولا رئيس معنا الفيديو الجاي غيكون واحد الكادو على حسابي أنا. هو هي واحد الكسرة واللي كان ولا رئيس راه غنعطيو هذه الكفه هذه هي، وكنحوس استمرار ان شاء الله يتوفر. السي حميد تفضل. السي جعيب، اول ما يقول لي نفكروا فيه وحنا بغينا نمارسوا هذه الهوايه، اشنو اللي خاص الرايس يوجد؟ واشنا هي الملابس اللي خاصو يكون عنده؟ واشنا هي المعدات اللي ضروري يتوفر عليها قبل ما يوصل للبحر؟ السي حميد بالنسبه للوليدات اول حاجه يكون الملابس يكونوا ديال البحر، حذاء ديال البحر، يعني يكون ماشي بحال صندات الصباع ولا، يكون حذاء خاص بالبحر. كاين حذية يتباعوا خاصين بالبحر، وملابس من فوق تكون شويه تنشف، ماشي تكون لا بزاف الريس تلقاو يعني بلولي، يكون شويه الحويجات ينشفوا دغيا بسبب الماء ديال البحر. الحاجة الأساسية وهي السلامة، خاص الرئيس أول حاجة يفكروا فيها في البحر وهي السلامة. الوليدات السلامة هي الأساس، قبل ما تبدا تصيد خاصك تشوف البراصة واش مريحة ما تصيد ولا لا. إذا كان فيها البحر واعر ما تصيدش فيها، كان فيها العلو بزاف غلطة ما تصيد فيها، يعني باقي مبتدئ، يعني تكون باقي مبتدئ يعني تكون شوية البحر راه كيكون صغير ديمن ديروا الحرب، قدامكم ماشي وراك، ما عمرك تصدوا الحرب عطيه فيه الظهر ديالك، ديمن دي الحرب شوفوا شنو كيدير. نتمنى من الله هاد الوليدات تكفي ما تشوف هاد القصبة وتكون شي حاجة زوينة درناها. سي حميد صفات على راسي حميد، إن شاء الله الحاجة ديالنا كبير، أننا نحققوا شي حلم، يعني نوصل واحد العدد كبير ديال الهواس اللي غادي نتبلاو ان شاء الله. هذه الهوايه هذه وهي اللي غتبعدهم ان شاء الله على طرق اخرى وعلى ضروري اخويا عادات اخرى خايبه. غادي هاد الوليدات هادو ان شاء الله راه كلهم غادي يكون عندهم الخصم ديالهم، وحنا مستعدين يا خاص نكونوا معاهم في المسابقات ولو على المستوى الوطني ولا المستوى العالمي. حنا علاش مستعدين؟ حنا دابا هاد الوليدات بغينا نخرجوا منهم واحد شي حاجه سميتها رئيس، يعني الا جاو شي انديه من مدن اخرى يكونوا عندنا حنا شباب اللي يتواجهوا مع الشباب الاخرين. علاش؟ يعني حنا المحيط كل العوامل كتخلينا نولوا رياس، يعني عندنا الواد، عندنا البحر، عندنا الطعم، عندنا جميع، واكثر قواتهم بحريه اكثريه، يعني كاين واحد الحاجه سميتها تحس ديال البحري، يعني السيارة ان شاء الله يكون خير. يكون خير اذا غادي نستمروا مع السي مشعل في الاسئله، وباذن الله اذا اختار ما
يمكن ما تهددنا وحنا دزنا بالبحر، عشان كيفاش خاصني نتعامل وانا مثلا في البحر. شكرا. اول حاجه بعدا يعني هذا ديال المدنيين وهذا ولا من احسن يعني واحد الساعه واحد ديك النهار ديال الشمس ديال الراحه. ضروري ديال الراحه الشمس حتى هي راه كضر مضره، راه ماشي هي هي صحيه ولكن مضره. علاش الانسان ضربت الشمس راه ما كيخصوش يتعرض ليها بواحد الوقت طويل، وما يمشيش للسهر اللي معرض للتهريب. يعني تحية الإخوان. دابا عندنا الرئيسة وعندنا الرئيس، حنا إن شاء الله غنعلمو كل شيء. هاد وليدات صغار بغينا نعلمهم الصيد بالقصابة، وبغينا نكونوا واحد الجمعية ونسموها الصيد بالقصابة والحفاظ على البيئة. دابا غنوريو الوليدات كيفاش يركبوا الصنارة والقميمة. نتسناو الكاميرا يدور توانا. دابا عندنا هذه كتسمم القميمة أولا البلومة أولا التقالة، كل واش كيسميها. عندنا هذا خيط، هذا السبيب، وهذا لاطريس. حنا غير رجنا هادشي باش نورو الوليدات، ما غنصيدوش ولكن غنوروهم اليوم كيفاش يعقدوا الصنارة مع القميمة، حيت بغينا الوليدات يستافدوا شي حاجة هي الصيد بالقصابة ولا هواية الصيد بالقصابة، حيت هما مبتدئين. دابا عندنا القميمة، ضروري نخشو لهاد السبيب من هنا، هو الأول. كندير هادي كنسموها الترقيعه، هادي اش كنسموها الوليدات؟ الترقيعه. وهذا الخيط الرئيسي، خيط رئيسي. وهادي قميمه ولا تقاله؟ ولا تقاله. كل المنطقه واش كتسمى؟ كنقطعوا تقريبا شي 40 سنتيم ديال 30 ولا 35 حسب كل وقت. الا كان المضاوي كنديروا خيط رقيق، كان الماء شويه احمر كنديروا خيط غليظ، يعني ما بين 30 35 كنلعبو حتى 24 22. قد ما كانت خيط وكتنزل في الميلين قد ما الخيط كيرقى، يعني تمهوت في عندك مثلا هذا 35 غليظ شويه، ولا درتي 30 رق منه شويه، يعني الا كان مضاوي كيخدم. بالنسبه للصنار كنبدا نركبو بعدا الصناره ديالنا. كي قلت لكم راه هذا 35، هذه الصنارة ديال رقم 12. هذا الرقم 12، 13 صغيرة. دابا العكس، أنت دابا هذا 12 كبيرة، وما حدك تتنزل والصنار كيصغر. دابا 13 صغر من هذه، وال 14 صغر من هذه، وال 15 صغر، ما حدك تطلع في النوامر والصنار كيصغر، حدك تطلع الصنار كيصغر. اش قلت لكم الوليدات؟ دابا 12 كبيرة ولكن 13 صغر من 12. تما حد غادي في تصاعديا الأرقام الصنار كيصغر. كنحطوا هذا الخيط هذا. ها هو، شتوا الوليدات؟ ها أنت هذا ديال هذا راه محافظ عليه وشادو في يدي. وكنحطوا هذا الخيط الآخر، ها هو فين هو؟ ها مشتيم ها كي دابا الراس على الراس تي. وكنحطوا الصناره ديالنا هنا وكندوروا بهذا الخيط اللي كيكون هنا عدد الراس، وكنهبطوا ماشي نطلعوا. ها انت كنركبوا الخيط فوق بعضياته وانتم مهودين. ها
خمس ست دورات كتبقى عندنا هاد الخيط هذا هو اللي غنجرو. ها هو ها هي شتي كي جات؟ شتي الوليدات كي جات؟ نعم. غدا ولا بعد غدا ملي نقول لكم عقدوا لي خصكم عقلتوا عليها مزيان؟ نعم. وملي تشوفوا الفيديو بقاو تشوفوا فيه وديروه في ديوركم تتعلموا ليها. نعم. راه قلت لكم اللي تعلم شي حاجه راه غيستافد ان شاء الله. كنشدوا هاد الخيط نديروه على جوج وهذا الخيط ديال الترقيع نديروه على جوج وكنلاقوهم مع بعضياتهم. شفتوا الوليدات؟ نعم. هذه طريقه سهله ها ونديروا هذا غنديروا سكل زيرو دائره وندوروا جوج دورات اولا ثلاثه ها زروا هذا بقى لينا هذا نفس الديكور تاعو ها انتوا الوليدات ها وغنزروا هادو اش ولا عندنا دابا ولات عندنا عقده كتبقى لينا هاد الخيط هذا نزروه شويه وهذا نزروه شويه وهذا شويه ها هي ولات عندنا عقده حنا غنقطعوا لها هادو هادي كنسموها حنا بالبابيون هادي هي العقده ديال البابيون اللي كنديرو فهمتوا مزيان نعم الدرس سهل نعم استفدتوا مزيان نعم دابا اش كيبقى عندنا الدور ديال الطعم دابا الطعم خاصنا كل البحر والطعم ديالو وكل المصيد والطعم ديالو كاين المصايد اللي كيبغوا الدوده وكاين المصايد اللي كيبغوا القيمرون وكاين المصايد اللي كيبغوا السردين هذيك الساعه ولكن حنا كمبتدئين اول حاجه غنبداو بها وهي الدوده يعني راه اي مبتدئ ما اللي ما صيدش راه صيد بالدوده اي مبتدئ ضروري الدوده الحمراء او الكحله باش كنبداو نصيدو دابا بحال هذا كنحيدو هذا الخويط هذا اللي شايط كنحيدو انا ما كنديرش مقص كندير اسناني ها هو دابا هذه السميته هذه سناق وهذه السميته هذه بابيه هذه الترقيعه ترقيعه وهذه بابيه وهذه كمانه وهذا كيتسمى سفيد خيط رئيسي هذا هو الخيط اللي خارج من الماكينه يعني كنسموه الخيط الرئيسي هذا الشيء اللي كاين الوليدات وبالنسبه لهذا راه في الماجيك ولكن ما كنديروش في الدوده ها واحد الرئيس جاب لينا الدوده باش نوريوها للوليدات ها هي فين هي هذه كنسموها الدوده حروش هي باش تعلمنا هي باش بدينا الوليدات هذه هي باش بدينا ديما حنا الدوده حروش ملي كنبداو طعموها كنطعموها من الامام من الفم ديالها وكان نمشيو معاه بشويه بشويه تتخرج لينا الصناره ها انتوا الوليدات ساهل هادشي دابا هادي ولات عندنا طعمه ولا كانت بلاصه فيها الرمل يمكن نديرو جوج صنارات سمعتوا الوليدات الا كانت بلاصه رمليه يعني راه ما يوحش لينا الصنار كنديرو جوج صنارات اما الا كانت بلاصه صخريه راه نديرو صناره واحده ونديروها لتحت الا كانت رمليه راه نديرو صناره تحت وصناره فوق نعم بغينا نزيدو الصناره هنا نزيدوها نوريكم كيفاش تزيدوها ما حدنا باقي الوقت ها حنا نعقدو نوريكم الطريقه يكونوا وليدات كيستافدوا منه كنت تشرح لهم شي حاجه زوينه دابا حنا هاد السبيب هذا باش ما تنصلش لينا الصناره اش خصنا نديرو خصنا نقطعوا هذا ضروري خصنا هاد السبيب نقطعوه ها انتم شوفوا مزيان ها دابا غنجيبوا هاد السبيب اللي فيه القميمه والصناره هو اللي نعقدوا على هذا اللي يجي رئيسي ها باش ما تنصلش ها انت الوليدات ها وهذا ندورو على جوج حتى هو باش يشد لينا الصناره واحد الشيء ها انت الوليدات ها دابا كيتولي عندنا الصناره الفوق الصناره هادي في بلاصه في الرمل بلاصه رمليه يمكن لكم ديروا جوج صنارات الا كانت بلاصه صخريه ديروا الصناره واحده تحيه كبيره للوليدات هذا نهار كبير هذا مني تحيه للوليدات وشرف ليا كبير يكون عندي وليدات نتمنى من الله الحصه الجايه يكونوا وليدات اكثر من هذا لا استفدوا حتى دابا هاد النوبه درنا شفوي ولكن الاسبوع المقبل غنديروا تطبيقي
يعني غنصيدو، غيكونوا واحد 5 لاكانات ولا 4 لاكانات غنصيدو بهم وبنفس الطريقه غنديروا الدوده والرئيس الحامل راه يجمع لينا الطعمه ونكونوا مجدين هذه الدوده وغنديروا فيديو ان شاء الله تطبيقي، يعني تكون شي استفاده اخرى ثاني وغادي ان شاء الله تنوصل واحد الحاجه سميتها رئيس. راه ماشي ساهله كلمه رئيس. واول حاجه الوليدات هي البيئه، حافظوا على البيئه، لا تبان لكم شي حوايج طاد ولا شي ميكا، الوليدات جمعوهم ووعيو بوليدات اخرين، اللي بان لكم كيدير في الزبل حاولوا توعيوه وقولوا له ودي لا خاص هذا الزبل يتجمع ما تخلوش هنا، علاش؟ لانه الحفاظ على البيئه هي الحياه ديالنا، اللي حافظ على البيئه راه الحياه ديالنا. هذه هي التحرش اللي قلت لكم، ها هي هذه حروش شي الوليدات راه ما كتعظم والو ولا حتى نيديه قاصحين واخر ياك. ها انت راه زوينه هاد الدوده حروش، هي باش بدينا الوليدات، هي باش بدينا تعلمنا. تحيه ليكم، وكي قلت لكم راه الاسبوع المقبل اللي قلت لي يدير شي حاجه ودارا راه هو اللي غيستافد واحد الهديه. الفيديو ان شاء الله ملي يدوز حاولوا تعاودوا هاد العودات، ما تعرفوا اشنو الموضوع اللي غنقول لكم اللي نطرح عليكم الوليدات. الموضوع اللي غنقول لكم ديروه اللي داروا شي واحد راه غيستافد هديه. تحيه الوليدات اللي ما شعارنا خلصون، شعارنا خلصون، شعارنا خلصون، صعيبة 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 صعيبة. إذا راه قال لكم أنه في الحصة الجاية غيسولكم على هذا الدرس اللي دار اليوم، اللي جاوب صحيح راه غادي ياخذ جائزة. جائزة عبارة عن قصبة، وقصبة فابور ان شاء الله غادي ياخذها احسن رايف ويقع. قصبة هي من فرنسا، ما هيش مننا، هي من فرنسا. والله الا ولي اللي طرحت عليه سؤال اللي جاوب على استاذ، ولكن شنو اللي غيكون زوين هو لا قلنا اللي يدير واحد عقده مثلا او لا، المهم غيكون واحد ضروري نكون مخبيين واحد شعار واحد السكري دا مني غيدير شي واحد منهم لا دايروها متشابين شي 6 ولا 7 يمكن نزيدوهم شي فيه شي حاجه اخرى كنشوفوا شكون اللي غيكون جاهز. تحيه لكم يلاه التصبيقات حصة الجاية ان شاء الله حد سعيد تكون غادي يفوت مع القصابة غادي نشوفوا ان شاء الله في حصة القادمة. تحياتي تحياتي. تبارك الله، هذه هو الحفاظ على البيئة. شوف هاد البلاصة قد رجعت تشعل دابا، هانتوما راه الوليدات جمعوا خلفها ديال الزبال، الله يحفظكم الوليدات. دابا شتي هاد البلاصة قد رجعت تشعل دابا، وغيجي واحد اخر غيسيبها نقية غيفرح. سير الولد. والله الا شي حاجة زوينة هادي، والله الا بادرة طيبة هادي قاموا بها هاد الوليدات، وغنبقاو ان شاء الله كل حد غنديروا بحال هاد الحصات، حصة توعوية للوليدات. شوف 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 شوف. دابا هاد البلاصة غترجع تشعل دابا، هانت كرجعي. شوف البلاصة جمعنا منها خنشة، يعني راه كيكون الزبل بزاف، وواحد النداء للناس اللي كيجيو للبحر يجمعوا الزبل. الله يرحم لكم الوالدين. شوف الوليدات دابا، شوف هانت هاد البلاصة شحال جمعوا منها، هانت يعني راه شي حاجة كارثية. هانت ها القراعي ها الميك ها، والله الا شي حاجة كارثية هادي. تحية للوليدات، شكرا لكم بزاف على هاد العمل اللي قمتوا به، والله الا شي حاجة زوينة هادي كيعجبنا الحال ملي كتشوف بحال هكا الوليدات، وان شاء الله انتوما توروا للاجيال اللي جايين البيئة راه هي مصدر حياتنا، البيئة هي مصدر حياتنا. تحية للوليدات ديما كاينين، يلا ديما شعارنا خلصون 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 خلصون. يلا سلام. نهار كبير هذا، مرحبا بك. تحياتي مرحبا. رايح معاهم سعيد. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا باش ما يديروش. لا مرحبا. ما درتش هذا.
شد 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 هذا صحيح الرمضان يلا قولوا بسم الله قولوا بسم الله قولوا بسم الله صافي اكون هاني ارتاح غادي يديروا الفوضى لا ما كاين لا فوضى لا والو خود حنا الحمد لله بسم الله يلا بسم الله بسم الله قولوا ادب تحياتي اللي ما شعارونا خلص خلص لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.